السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي أخواني، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة إن شاء الله دائما وأبدا. اليوم في موضوع بصراحة حبيت شارككم فيه، وشو رأيكم فيه؟ يعني أنتوا شو رأيكم بهذا الموضوع اللي عم ينحكى؟ البرلمان الألماني طلع قرار أنه بدهم يمنعوا الحجاب بألمانيا، تمام؟ طبعا الحجاب بدهم يمنعوه بألمانيا فقط بالأماكن اللي بدها تشتغل فيها البنت، يعني مثلا بدها تروح تتوظف في شركة، توظف بمحل، بمطعم، بأي مكان بدها توظف فيه من ناحية الوظيفة، إذا كان في عندها حجاب ما بيوظفوها، وبيشترطوا عليها من بالعقد إنه تقلع الحجاب، تمام؟ هذا الموضوع مبارح صار بتاريخ 7/8/2021، والبرلمان صادق عليه. في فئة من البرلمان عارضوا هذا الشيء وما بدهم هذا الشيء، لأنه هذا الشيء رح يعمل مشاكل بألمانيا، تمام؟ يعني بكرة المسلمين رح يطلعوا ضد هذا القرار طبعا، لأنه هذا القرار بصراحة ما له واقعي بصراحة، تمام؟ وبالإضافة إنه هن بيعرفوا إنه المجتمع الألماني ضد هذا الشيء. ليش إنه ضد هذا الشيء؟ لأنه المجتمع الألماني بيأيد الحريات بأي شكل من أشكالها، يعني إن كان حدا بيعمل تاتو بي 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 ما عندهم مشكلة، إن كان حدا بيحط الحلق ما عندهم مشكلة، يعني ومثلا مشكلة تانية، يعني الله يا رب يجيرنا هيك ويعفو عنا بجاه سيدنا محمد، يعني الشاب مع شاب بيتجوزوا عادي، البنت مع بنت بيتجوزوا عادي، يعني في عندهم خلص إنه هيك باعتقادهم حرياتهم، يعني تمام. طبعا هذا الشيء يعني أكيد ما بيرضى الدين الإسلامي، وحتى الدين المسيحي ما بيرضى، وحتى الدين اليهودي ما بيرضى، تمام، لأنه الأديان هي نزلت كلها من عند رب العالمين، فما في أي دين من الأديان بيرضى بهذا الشيء، تمام. فهن عم يقترحوا أنه يمنع الحجاب للمرأة إذا كانت بدها تتوظف بأي مكان من بألمانيا، من دوائر حكومية، من محلات، من شركات، من أي مكان، ما بدهم أنه يفوتوا على شركة ويلاقوا حدا محجب، تمام. قولوا لنا شو رأيكم بهذا الموضوع. طبعا أنا قولا واحدا وقطعا انه ما بأيد هذا الشيء، لانه هذا دين وما فيهم هن يفرضوا شيء على دين رب العالمين امر فيه، وحجاب رب العالمين امر فيه، امر بالسترة وما في احلى من السترة، تمام. رح اوريكم القرار اللي طلع، هلا بتقروه بتشوفوا القرار اللي طلع بالبرلمان الالماني، تمام. هي القانون والقرار اللي اقترحوا بالبرلمان، وهي بمجلة فيلت، بإمكانكم تفوتوا على موقع فيلت أو مجلة فيلت على جوجل وبتلاقوا الموضوع كله محطوط ومشروح أكتر. أنا ما راح أشرح لكم إياه بالتفصيل شو حاكين، لأنه في كتير بنود وفي كتير انتقادات حتى بالبرلمان الألماني، في أعضاء بالبرلمان ضد هذا القانون وما بيعيدوا هذا القانون، لأنه بيعرفوا انه هذا القانون رح يعمل مشكله بالمانيا، ورح اول شغله رح ياثر على حقوق المراه، وثاني شغله على حقوق الراي، وثالث شغله على حقوق الانسان، يعني حيفتحوا على حالهم باب جهنم مثل ما بيقولوا، تمام. هذا حجاب ما فين هن يفرضوا على كيفهم انه بكون تقيموه ولا بكون تحطوه، تمام. في كتير بنات مثلا متفوقين، ان كان ممرضات، ان كان دكاتره، ان كان مهندسين، إن كان في كتير بنات متفوقين دارسين بألمانيا ومتفوقين ومحجبين، مسلمين ومحجبين، فأكيد ما رح يكركبوا هالعالم كلياتها مشان هن يطلعوا بقرار مفاجئ، أو حدا بالبرلمان اجى على باله إنه يعمل منيح ويعمل قرار إنه والله يلقي، يعني يلغي الحجاب، تمام. فحبيت شارككم هذا الموضوع والله، واكتبوا لي رأيكم بالتعليقات لنشوف شو رأيكم بالموضوع، وكيف انتم بتشوفوا الموضوع، يعني بمنظاركم على موضوع الحجاب، يعني موضوع حجاب ما فيهم يفرضوا أي شيء على أي حدا بأي مكان، تمام. بتشكركم على المتابعة، وإذا كنتوا جداد اعملوا مشاركة بالقناة، ولا تنسوا تعملوا لنا لايك، ولا تنسوا تشاركوا الفيديو عشان يشوفوا قدر الإمكان من العالم يعرفوا بالقرار يلي طلع. بتشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.